الأردن كله. طمني على الكابتن جوهري يا أستاذ محمد. والله طبعا احنا الكابتن الجوهري ما عاد بالنسبه لنا مدرب مصري، هو مدرب اردني ومدرب عربي ومدرب عالمي، احنا ننظر اليه وانه يعني نصه مصري ونصه اردني كما يقولون، فلذلك احنا مهتمين فيه كاردنيين كما هو اهتمام كل المصريين وكل العرب والافارقه والعالمين، لانه الكابتن محمود الجوهري ان شاء الله ندعو له بالشفاء وبالسلام ان شاء الله. هو قامة كروية كبيرة على المستوى العالمي، ليس فقط على المستوى العربي والإفريقي والقاري، لذلك بالفعل اهتمام غير عادي بالشارع الأردني بمتابعة الحالة الصحية المفاجئة اللي تعرض لها اليوم الكابتن محمود الجوهر، اللي بيعمل في الاتحاد منذ سنوات طويلة وله بصمات إيجابية على واقع ومستقبل كرة القدم الأردنية. الكابتن محمود الجوهري اليوم صباحا عند 9:30 كان في مدينة الحسين للشباب يتابع افتتاح مراكز سمو الأمير علي للواعدين اللي بيشرف عليها الجوهري شخصيا بحضور 70 من الواعدين، وكان في أتم الجاهزية وما كان عنده أي مشاكل خلال حضوره هذه الحصة الافتتاحية. لكن بعد صلاة الجمعة عند فترة الغداء كما فهمنا من أسرته ومن المحيطين والمقربين منه تعرض إلى وعكة صحية مفاجئة، تم نقله بالسرعة الممكنة إلى مركز العربي اللي يعتبر واحد من الصروح الطبية الرائعة والمتقدمة والمتطورة جدا هنا في العاصمة الأردنية عمان. وطبعا هو يحصل الآن بمتابعة خاصة وخاصة جدا من قبل سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا، وأيضا نائب رئيس الاتحاد الدولي. سمو الأمير على تواصل مع المستشفى وعلى تواصل مع أسرة الكابتن محمود الجوهري، ولكن يعني دعونا يعني ندعو له بالشفاء، وضعه ليس وضعا سهلا. من الاخصائيين اخصائي الاعصاب في المركز العربي تحدث لنا واكد انه وضع الكابتن محمود الجوهري يحتاج الى عنايه دقيقه وعنايه فائقه وفائقه جدا. زوجته بجواره الان واسره اتحاد كره القدم بكاملها بجواره، ايضا الكابتن المدرب العراقي عدنان حمد المدير الفني للمنتخب الأردني موجود حاليا بجواره. الكل يعني لن يتغيب عن الكابتن محمود الجوهري، أولاده ابنه طبعا أحمد وابنته في الطريق من القاهرة إلى عمان، سيصلوا ربما بعد ساعتين من الآن. يعني أنا شخصيا أتمنى أنه تكون وعكة صحية تمر إن شاء الله يعني ويعود إلينا الكابتن محمود الجوهري قامة كبيرة. لكن طبعا هي حالة أصابتنا جميعا بالذهول وبالصدمة، لأنه الكابتن محمود الجوهري يعني ظل طوال الوقت يتابع كل شؤون كرة القدم الأردنية بكل تفاصيلها، يتابع كل الأمور ليلا ونهارا. ربما تعرض إلى حالة من الإجهاد اليوم، لا نعرف الأسباب بالضبط، لكن نحن بكل الأحوال نتمنى له الشفاء. طب أنا عايز أستاذ محمد، أنا عايز أعرف حالته الصحية، هل في غيبوبة، هل الحالة خطر، اللي عايزين نطمن الشعب المصري والعربي زي ما حضرتك تفضلت وقلت. احنا حابين نطمنهم بس أيضا مش حابين نخوفهم صراحة. لا أنا عايز نطمنهم إن شاء الله تعدي 24 ساعة مثلا يبقى الخطر زال، ولا إيه بالضبط؟ يعني الحالة إيه متشخصة إزاي يعني؟ يعني الحالة صعبة جدا، الأطباء يؤكدوا ذلك ويقولون أنه يحتاج إلى العناية. هل جلطة في المخ مثلا أو في القلب؟ لا لا، هو التشخيص المبدئي من خلال يعني النظرة الأولية نزيف حاد في الدماغ يحتاج إلى معالجة فورية. طبعا الأطباء يعني قالوا أنهم لا يفضلون العملية التدخل الجراحي في الدماغ، يفضلون الانتظار بعض الوقت ربما اليوم غدا صباحا حتى يعني يشوفوا الإجراء اللاحق لمتابعة مثل هذا الأمر الطبي الدقيق. نحن لا نريد أن نقلق الجماهير ومحبي الكابتن محمود الجوهري وأسرة الكابتن، وهي أسرة ليس فقط أسرة الصغيرة العائلية إنما هي مصر وأسرة إفريقيا وأسرة العرب وأسرة الأردن أيضا، كلنا يعني أسرة الكابتن محمود الجوهري اللي بندعي له اكيد بالشفاء. لكن الاطباء اكدوا لنا والمدربين اللي ايضا يعني زاروا الكابتن محمود الجوهري واللي التقوا ايضا، طبعا زوجته استمعت الى تقرير طبي شامل من الاخصائيين المتقدمين والعالميين جدا الموجودين بجواره، انما يعني علينا ان نعترف انها حاله طبيه صعبه. والكابتن محمود الجوهري ان شاء الله بعد الله في عمره ان شاء الله تجاوز 70، وان شاء الله العمر كله نحن نتمنى أن تمر هذه الأزمة الصحية المفاجئة بسلام. وندعو دائما للكابتن محمود الجوهري، أنا التقيته
ربما في استاد عمان الدولي الأسبوع الماضي ويتابع كل تفاصيل منافسات الدوري الأردني ومباريات المنتخبات الأردنية ويتابع كل التفاصيل. يعني الأسبوع الماضي كان حاضرا لمباراة بين الأردن وسوريا على مستوى الناشئين البطولة المدرسية. يعني ما شاهدنا في الأيام الماضية أنه هناك أي توعق صحي أو هناك أي أستاذ محمد أدري بشكرك شكرا جزيلا من الأردن وكل التمنيات القلبية لنجمنا الكبير وأستاذنا ومعلمنا ومربي الأجيال الكابتن محمود الجوهري. بشتاة الله وأنا بعتذر لحضرتك جدا لكن أنا متأكد أن هذا